بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأحبة الجرحى، السادات الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بأن أجرهم لا يضيع عنده من يتحملون المشاق والمصاعب والآلام في سبيله، وتتجلى مصاديقهم أيضا في من وضعوا أرواحهم على أكفهم للدفاع عن عزة البلد، بلد المسلم والمسلمين كالبحرين العزيز، وكرامتهم كما جاء في الآية 120 من سورة التوبة. فالجرحى والمصابون لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقمصة إلا كتب الله تعالى لهم بذلك علما صالحا، وقد وصفهم عز وجل بالمحسنين الذين لا يضيع أجرهم. فمن يتحمل الآلام ومعاناة الجراح هو بالتأكيد ممن تشملهم ألطاف والعنايات الإلهية، وتتنزل عليهم الرحمة الربانية على الدوام. وروى عن رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن جبرائيل أخبره: يا محمد، من غزاة في سبيل الله من أمتك فما أصابه قطرة من السماء أو صداعا إلا كانت له شهادة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله. إن من يشملهم هذا التعظيم والتمجيد لإصاباتهم في سبيل الله، ويتحملون الأذى والجراح، جدير بنا أن نقف لهم وقفة إجلال وإكبار، وأن نبارك فيهم الروح التضحوية والصبر والمقاومة، ونقضبهم على المقام السامي والأجر العظيم الذي أعد لهم الله تعالى. نجدد اليوم عهدنا مع الأحبة الجرحى على أن نبقى أوفياء لهم، نحث الخطى ولن نتبطأ في مسيرتنا، ولن تفتت عضنا مؤامرات العدو الخليفي المحتل السعودي حتى نقرر مصيرنا بأيدننا. كلمة ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.